عوامل مهمة وكثيرة تتمتع بها القارة السمراء، فهي تقع في القلب من دول العالم، ويتواجد فيها نحو ثلث ثروات العالم المعدنية، وتمتلك 65% من الأراضي الصالحة للزراعة. ورغم كل تلك الثروات، فشعوبها تعاني أسوأ معدلات الفقر، الصراعات والنزاعات. وقد باتت القارة السمراء مؤخراً محور تنافس واهتمام دولي، أخذ أساليب متعددة تجاوز الجانب الاقتصادي ليشمل الوجود العسكري أيضاً. وقد بدا هذا واضحاً من خلال عديد من الزيارات للقارة السمراء، ومنها زيارة الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ووزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين، كما عقدت نهاية العام الماضي قمة أمريكية إفريقية. مناطق شرق وغرب القارة في مقدمة هذا التنافس، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، وفي حين يتصاعد التنافس بين القوى العظمى على القارة من كل من أوروبا، روسيا والصين، دخلت قوى صاعدة ميدان التسابق، من أبرزها الهند والبرازيل. التدافع القوي في العقود الأخيرة على القارة السمراء يراه البعض أنه أعطى انطباعاً بأن إفريقيا تحولت لميدان حرب باردة بين القوى الكبرى، وهو تدافع يخشى أن يقود جهود التنمية بالقارة ويزيد من معاناة شعوبها.